يا سيدي كنصنع السلعه باش كنلقى تخبيز، عرفت كنخدم مع الفلاح وكنصنع الديكور باش كنلقى تخبيز. يعني في الاول انت عرفنا بعدا براسك سميتك شحال عندك من عام منين جيتي؟ نقول لي عندي شي 54 عام باش كنلقى تخبيز. يعني 54 عام وامتى بديتي بهذه الحرفه؟ يلا بديت هاد شي عامين هادي باش كنصنع شي باش كنلقى تخبيز. يعني كيفاش كتصاوب؟ كنشعل الجرد كندير السلوكه كنزوق وكنثقب باش كنتصاوب الديكور. كل وحده شحال كتستغرق تقريبا ديال الوقت باش تصاوبها؟ شي نقول مع 4 الصباح حتى 8 غادي نحبس. يعني 4 السوايع باش تصاوب غير وحده غير بياسه وحده؟ لا كنصاوب نقول شي 20 نقول شي 40 وحده حتى 50. لا كنتوق كندير لهم الديكور وكنصنعهم. دابا هاد الصباح هذا منين كتجيبو؟ من تماريست جد عين قديد. يعني هو كتاخذو اللي كتخدم به هنا؟ كنقلع تما ونصنع تما. وشحال كتبيع تقريبا دابا الوحده هنا؟ كنبيع شي 10 درهم 20 درهم الوحده. وكيتمشى لك؟ كيتمشى ليا شويه. كنهرى رزق. كتوري للناس هو دابا مثلا دابا هذيك الصباح هذي يعني كيفاش باش كتشد فلوك تشد هذيك الصباحيه عاديه ياك؟ كنعرفوا يعني كيفاش كتصاوب فيها التقابي؟ تقبا من اللوم يعني كيفاش الطريقه؟ كنصنع السلك ديال السيما هذا كنثقب السلك غليظ كنثقب به هادي السلك ديال السيما ديك الرقيق كنصنع به هادو كنزوق به هادو كندير الديكور. ولكن بلاتي حنا دابا انا اللي شفت هنا هو كاين نفس العبار ما بين كل ثقبه باش كتعبرهم؟ كندير الصبع هذا كنعلم به هادو وكنصنع به هادشي. يعني كتعبر غير بيدك ما كتخدم حتى شي حاجه اخرى؟ شي حاجه اخرى صافي. هو كندير هاد النيره يلا كنصنع باش كنلقى تخويص كندير الديكور كنهار رزق. مشاو الناس حطوني مرض عقلي والمرض عقلي غنصنع الديكور شراك مشيت لفرنسا اورب. يعني دابا هادي دابا هادي انت اللي صوبتيها؟ انا اللي صوبت. علاش دابا شنو الاختلاف ما بين هادي ماشي بحال الاخرين؟ ماشي بحال نقولوا هادي سهله وهادي صعيبه. هادي صعيبه في الخدمه علاش؟ صعيبه حيت هذا الناي ديال الجوق الناي وهادي كوالا. شنو الفرق ما بيناتهم؟ الفرق سيدي بيناتهم هادي وهادي هذا اللي كوالا وهذا ديال الجوق. كنصنعو باش كنلقى تخبيز. ودابا انت يعني كتخدم منين كتجي تقريبا باش كضرب الكيلومترات كاع كامله جديده؟ سيد بنور. ساكن هنايا انت؟ ساكن سيد قدام جامعة مطل. كتشوف الشباب الدراري الصغار واش كيجيو تاهما ياخذوا من عندك؟ كياخذوا من عندي هاد الساهله باش كيتعلموا شي. دابا علاش دابا هادي كتخرج واحد الصوت يعني ماشي بحال الاخرى ديالها؟ واش كل وحده انت كتعبرها بعبارها بوحدو ولا شنو الفرق ما بيناتهم؟ عبارة وحدو كندير سبعانو كنعلم هذا باش كنصنع الديكور. وهذا القصب ماشي بحال هذا القصب هذا حيت شفته غليظ وهذا رقيق شويه. التماريس نهار رزق. يعني هو يعني كل قصب كتخرج به زماره في شكل؟ زماره في شكل ايه هذيك فلون وهذيك فلون. وكتشوف يعني دابا انت كتبيع غير هادشي واش معي يعني العيشه واش على قد الحال ولا عيش مزيان؟ على قد الحال ولد عمي باش كنلقى تخبيز باش نشري لعين الوالده مسكينه هجاله هاجمين على الوسرة قال لها تاهي الاراضي. يعني انت دابا باقي ساكن مع الوالده ديالك باقي في الحياه؟ باقي في الحياه. الحمد لله الوالد راه توفى راه خلى لنا المشاكل مع خوته حيت خوته قال لها خير الاراضي.
ما خرجوش لهم على خير الرزق السلام. والله يهدي عندنا خوتنا الله يردهم الاسلام. يعني انت كبير تقريبا في العمر، واللي نقدر نقول لك انك فنان، يعني كتعتبر فنان يعني هذا راه فن حتى هو، يعني واخا ما كاينش واحد كيف ما قلتي لي قبيله، قلتي ما كاينش الناس كتشري بزاف هادشي، يعني الناس ما بقاش كتسوق لهادشي، ولكن هذا راه فن وخصنا حنا نكبروا به. اي عمر مولاي عطا راه غادي وليداني عليا السربيس كرا باقا خمسه عامله تاع نكسب. مولاي عبد الله كيتمشى لك؟ كيتمشى ليا. كتفرح دابا انت ملي كيجي الموسم؟ الناس غندير ولدها. شنو واش بغيت تقول للناس باش يجيو يتقداو من عندك؟ يتقداو من هاد الشيء كل نهار رزقو. كل نهار رزقو، هذه الكلمه ديالك اللي ديما في كل نهار رزقو. كل نهار رزقو. فين كتكون باش يعرفوك فين كتكون؟ البلاصه المنطقه اللي كتكون؟ نكون في سيدي بنور. العام. صافي مولاي عبد الله راه قرب ان شاء الله، غاتحرك القضيه شويه. حرك القضيه راه غادي. يلا قول للناس اللي كيتفرجوا فيك بسلامه شي ودع. سلامة سيدي خليكم على خير. شكرا تفرجتوا. الله يهدي عندنا خوتنا الله يرضهم الاسلام. صافي تبارك الله عليك. بارك الله عليك. شكرا. المهم الاخوان اللي بغى يجي يتقدى الزمارات ياك؟ ايوا غيتقدى الزمارات، السلعه موجوده. كاين ولكن شي مشى حتى شي كيمشي حتى لفرنسا ربا. ها انتم سيدي كلشي كاين، المهم اللي بغى يتقدى الزمارات مرحبا به عند السي حسن، كلشي كاين ياك؟ مولاي عبد الله قريب. صافي شكرا وتبارك الله عليكم. خلينا نكمل خير.